كما لا يفوتني علما من المنبر ديالكم على ان معتقل حركه 20 فبراير والناشط في حركه 20 فبراير وفاضح فساد واستبداد عادل البداحي تقرر المتابعه ديالو في قرار تعسفي بدون تهمه اهانه هيئه منظمه. بغينا نعرفوا حنا هذه الهيئه المنظمه وهاد الساحه هذه اللي واقفين فيها كان كيوقف فيها عادل البداحي وكان كيوقف فيها الرفاق ديالو ديال فاضح الفساد والاستبداد وكلهم كانوا كيتضامنوا مع الريف. وخير دليل على ان مباشره من بعد العوده ديالو من مدينه امزون الصامده ومن بعد القياده ديالو الشعارات من داخل المسيره من بعد البد ديالو ديال الاشرحه ديال فرض ديال فتح الفساد والاستبداد كيتم الاعتقال ديالو التعسفي اللي تقرات على ان قرات المحكمه الجزائريه على ان المتابعه ديالو غتكون يوم الاثنين على الساعه الواحده. ومن هنا اوجه نداء لجميع الضمائر الحيه على ان هذا الشخص اللي فضح الفساد تضامن مع الجميع والتاريخ يشهد له بذلك منذ سنه 2011 الى يومنا هذا. المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي.